السؤال الاول ملوش اي علاقه بالمبادره بتاعتك ولا بشخصيه العام، انا ليه علاقه بان انت دلوقتي بقيت سفير لتتكلم مصري، تتكلم عربي، وهنبقى مصري كمان، ما انت بتتكلم مصري، تتكلم عربي من يوم الاربعاء اللي فات. ايه بقى؟ لا طبعا اللي من اول موضوع اتكلم عربي وزيره الهجره نبيله ماكرون اتصلت عليا، انا وكنت في النمسا وانا كنت نايم والله بالصراحه، وتليفوني برن نمرة مصرية، قلت اجري دلوقتي على بابا يترجم لي دلوقتي شوية ولا ايه؟ قلت الو الو، بتقولي ايه يا مسارة، مسارة محمود معايا؟ قلت لها اه مسارة معاك. بتقولي وزيرة الهجرة نبيلة مكرم معاك. قلت لها وزيرة الهجرة نبيلة مكرم معايا. قاعد بعمل كده عشان افوق شوية وبتكلم، كنا بنتكلم شوية وبعد كده قلت لها انت بجد الوزيرة؟ لان انا وهي معانا هنا قالت لي، هو قال لي انت اللي بجد الوزيرة؟ انا قلت كده، قلت لها يعني انت بجد الوزيرة؟ عشان انا يعني ليه وزيره بتتصل عليا يعني حاجه يعني مش بس المهم اللي احنا كنا بنتكلم على اتكلم عربي، وقالت لي اللي عايزه تعمل مؤتمر هنا في فيينا هنا في النمسا، وانا طبعا تحت امرها عملت. قالت لي يعني اللي اشوف شباب هنا اللي بتحب اللغه العربيه واللي بيعرفوا يتكلموا، وانا شفت طبعا وجمعت ناس كتيره وعملنا مؤتمر في النمسا. طبعا عشان انا جيت ناصر عشان خاطرها بصراحه والله، عشان هي لا يعني شخصيه جميله جدا وانا بحبها يعني والله، اللي هي كانت يوم التكريم مش زي وزيره جنبي، لا كانت زي امي جنبي يعني، كانت الله. يعني بتتعامل معاك طبعا، وطبعا عشان كده بقيت يعني سفير اتكلم عربي في اوروبا يعني، وفخور بكده خالص. طيب انا